النواب. الرياضة الوطنية في صلب انشغالات نواب الأمة كثيرة هي التعليق التي واكبت النتائج السلبية التي سجلتها الرياضة الوطنية الممثلة ب 75 مشاركا في دورة لندن 2012. مع تنزيل الدستور الجديد ومع التشكيلة الجديدة التي انبثقت عن صناديق الاقتراع، تشكلت لجنة القطاعات الاجتماعية اللي من الاختصاص ديالها مواكبة جميع القطاعات المنضوية تحتها. رؤساء وممثلو الجامعات 12 التي شاركت في دورة لندن قدموا عروضا لتقييم الحصيلة المشاركة ومناقشة موضوع تعاطي المنشطات والحديث عن استراتيجية كل جامعة لكسب الرهان والرقي بمستوى الرياضة الوطنية. هذه إشارة قوية وحقيقة جميلة، لأن تظل لأول مرة البرلمان المغربي تيجلس باش يفحص الواقع الرياضي المغربي، علما باننا في المغرب لحد الان ما عندناش سياسه رياضيه كما ينص على ذلك القانون. هذه هي كذلك مناسبه لفتح ابواب التواصل و اخذ بعين الاعتبار المواقع موضع السياسه والاصداء الشعبيه بالنسبه للمسؤولين في تدبير شؤون الرياضه. فيما يخص البرلمانيين على انه اليوم كيعرفوا على انه كاين مسائل ايجابيه وكاين اكراهات، يعني عرفوا الاكراهات اللي كتعوق يعني الجامعه ولا الجامعات كلهم. الكل أجمع أن هذا اللقاء يشكل سابقة في تاريخ الرياضة الوطنية. بعد ذلك تعددت التدخلات التي انصبت حول ضرورة أخذ الفرق البرلمانية الوقت الكافي لمناقشة ومساءلة الوزارة الوصية بخصوص أسباب هذا الإخفاق. الجولة الثالثة لمناقشة هذا